غادي نديرو اول ديال جوطي. هاي البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله بحول الله. كما شفتوا في المينياتور غادي نديرو اول ديال جوطي، وانا بالنسبه لي احسن 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 لي فيديو عندي هما ديال الجوطية، سواء ندير لكم مشتريات سواء نديكم معايا الجوطية. دونك جمعت لكم واحد الحويجات اللي كل مره كنت كناخد حاجه، وبيان سور شكون اللي كان كيجيب لي هذا الشيء؟ جيبوا لي ماما. ان شاء الله بحول الله غادي ندير شي فيديو، غادي نخرج ماما ونشري لها تقريبا داك الشيء كامل اللي غادي تبغي. لحقاش ماما ديما مبرعاني صراحه بالحوايج الجوطية، ديما كتجيب لي لي تروك زوينين وكطيح لي فيه ميزات واعرين، وداك الشيء اللي كيكون تريندي وكيكون زوين ونقي. دونك الا كنتو باغيين ندير لكم شي فيديو نخرج ماما ونديها نعيشها نهار ملكي، قولوها لي في الكومنت. ودابا غادي ندوزو نوريكم المشتريات اللي عندنا ديال الجوطية. عندنا سراول، عندنا تريكويات، عندنا داكشي كامل اللي غيطيح لكم على بالكم. نسدو بعدا هاد الماريو، شوفوا شوفوا شحال الحوايج، شفتوا شحال الحوايج؟ وهادشي هذا كامل جابتو لي ماما. ماما كتحبك. نبداو باول حاجه هما هادو، هادو جبتهم لي ماما عاد ولا البارح، وقلت لها صافي بركه بركه من الحوايج الجوطيه، بركه راه ما بقاش نلقى فين ندير حوايجي في الدار. قالوا معايا الناموسيه ولات عامره بالحوايج والماريون بلوكي، ما عنديش فين ندير الحوايج. تقولوا لي لا راه كاينين البنات اللي باقيين ما يلبسوا، وانت كتقولي هاد الهضره. وانت شوفوا البنات راه الجوطيه راه كتمشي لاختي كتضربي احسن بياسه، احسن بياسه، واغلب بياسه كتكون دايره ب 80 درهم، اغلب بياسه. تمشي تشريها انت تشريها من الماكازان ب 800 درهم ولا ما عرفت شحال، انا كنخدم جوطيه غير بواحد الثمن مناسب. الجوطيه ولات كتسهل علينا الماموريه، اللي عنده واللي ما عندوش غيلبس. انت اختي عندك واحد البيدجي قليله غتمشي الجوطيه غتدي احسن كوموند، كاين لا كوموند من هاد لو سيت لا كوموند من هاد لو سيت، تمشي الجوطيه تطربي احسن بياسات. هادي عجبتني بزاف، واخا في الاول كنت متردده كنقول ماما لا بلا ما ناخذها وداك الشيء، قالت لها ماما شوف راه غتندمي الا بديتيهاش غتندمي، وفعلا زوينه. وانا مع اصلا قصوره امصو بوتي، داك الشيء علاش خديت هادو، باش غادي يهزوني اختي شويه من الارض، ونبقى انا بحالي بحال الناس نفس ونشوف الاجواء كي دايره عندكم الفوق. الناس اللي طوال كي دايره الاجواء عندكم اللي فوق، حنا القصر اختي راه تقهرنا بالغبابر. لي بري صراحه ما عارفاش لي بري كل حاجه، ولكن غنكتب لكم هنا الاثمنه باش كومسا تكونوا حتى نتوما عارفين. لحقاش كاينين بنات كيقولوا لي شحال هادي وما قلتيلناش اثمنه وهذا، دونك غنسول ماما ونكتب لكم لي بري هنا شحال. ثاني حاجه البنات هو هاد لو توب هذا، كيجي كامل في النوار، كيعجبوني هاد لي توب. انا ديجا عندي واحد في النوار ولكن ماشي بهاد لاكاليتي، هذا لاكاليتي ديالو صراحه زوينه. هادشي فيه هنايا بحال موسخ، اللي عجبني فيه بزاف هو من هنا، شوفوا جاي هكا جاي زوين بزاف وحمقني. لقيتي بحالو في جوطيه غديه بلا ما ترددي، بلا ما تقولي لا اللي مشي ما يجينيش ولا شي حاجه، غديه وسكتي، ديها اختي وسكتي. لحقاش هادو راه كيجيو زوينين خصوصا في الصيف، تتلبسي تتلوحي فوق منه جاكيطه ديال الجين اولا شي كيمونو ولا شي حاجه، فريمون كيجيو واعرين في اللبسه. ثالث ارتيكل اللي من جوطيه هو هاد الجين هذا، ملي شفته وتملي شفته ماما قالت لي غادي يجيك كبير، هو جاني طويل لحقاش انا قصيره، وهذا جاني نيشان. تخيلوا بحال مفصل عليا، ولا ديتاي ديالو البنات زوينين، شوفوا لا كاليتي ديالو البنات، ما عندي ما نقول، نقي مزاج جديد ما طايبش من هنايا. لحقاش لا بليبار ديال الحوايج كيكونوا في جوطيه كيكونوا طايبين، هذا ما طايبش. شوفوا من اللور كيفاش داير، فريمون زويون. الخامه ديالو من هاد من هاد البلاصه هادي من جهه الخصر زوين زوين زوين، ولا كاليتي ديالو هي اللي زعمتني باش انني نخليه. واعر واعر واعر، حمقني انا ما عندي ما نقول. وجبت لي معاه واحد الحاجه اللي ما يمكنش حاجه زوينه، وهي اللي غتجيني معاه لا هاد الجيلي هذا، وهادو البنات راه هما اللي تريند دابا. شوفوا عندي واحد فيه لي كارو فيه نوار اي بلون، هذا فريمون وحمقني. اللي عجبني فيه بزاف هو انه بعدا فيه الصديفات في نوار وفيه الاحمر والنوار. انا كيعجبوني الافلام التركيه، وشحال من فيلم تركي شفت شحال ممثله كتلبس بحال هادو، وصراحه حتى لا كاليتي ديال الحوايج كتلعب دور كبير بحال هذا، انا عجبني بزاف. فيه هاد اللعيبه هادي من اللور باش كتزيروا هذاك الجيلي الا بغيتوا تزيروه، قد اللبسه ديالو. وغادي ندير لكم هاد السيمانه هادي يا اما به نيو بوست، يا اما غادي ندير لكم ريل نسقوه مع حوايج اللي غادي نتانسبيغا منهم من بينتريست. لحقاش بينتريست كتعاوني بزاف، الا كنت ما عارفاش معيشه تجيني ديك الحاجه اولا الوان اولا شي حاجه، كندخل غير بينتريست كنكتب السميه ديال داكشي اللي انا عندي ما عارفاش مع من نلبسو، وكيعطوني بزاف ديال لي زيدي، ومن تما كناخذ لانسبيراسيون. احسن ابليكاسيون بوغ موا الا كنتي تالفه سوا في لا ديكو ديال البيت سوا في لا ديكو ديال الصالون، اولا كنتي تالفه في الهير ستايل ما عارفاش ما ديري، الهير ستايل اللي غيجيو معاك تما كيعطيو كلشي. راكم عارفيني مع لي بليزر الحب لا ينتهي وقصه عشق لا تنتهي. هذه عجبتني بزاف،
غير هي ما زعمتش على الالوان ديالها، لحقاش انا اكثريه البلايزر اللي كنزعم عليهم كيكونوا مغموقين، سواء كله نوار اولا كيكون في المارون فيه دي كارو، هذا مع فيه الباج وهذا اللوين هذا. غادي نشوف شي اوتفيت لبسها معاه. الحوايج هادو كاملين اللي دابا كنوريكم راه في انستغرام، كنحاول انني ندير ريكرييشن بينترست اوتفيت وتما كنبارطاجي معكم داكشي كامل. دونك البنات اللي مازال ما دايرين ليش فولو في انستغرام، اش كتسناو؟ ها هو الانستغرام ديالي هنايا، دخلوا تما عندي راه كنبارطاجي معكم بزاف لي تخيط. لا جوب هادي اللي فريمون تاهي كتجي زوينه في اللبسه، فوالا هي هادي قراها مكمشه شويه ولكن خصها غير شويه ديال الحداده باش نصلحها وغادي تجيني زوينه في اللبسه. كتجي بحال هكا محلوله، عجبتني لا ماتيغ ديالها بزاف. الحوايج الجوطيه فيهم واحد لاكاليتي فنه ما غتلقاوهاش كاع في الجديد صراحه. انا شحال من مره كنخدم من جديد ولكن لاكاليتي ديال الجوطيه راه شي حاجه غير. حتى اللون عجبني بزاف لحقاش انا ما عندي حتى شي جود تقريبا في هاد لاكولا، هذا اللي كيجي بحال نيود بحال لاكولا هكا د اللحم. لو توب هذا اللي ميمكنش مشتو، قلت لماما وايا ماما انتيا فريمون كتعرفي الذوق ديالي والاختيار ديالي. ماماك باش تعرف كانك خصك هاد لي بازيك هادو راه فريمون خصها تكون كتفهم في الفاشن وتكون كتعرف الذوق ديالك ديال زارا. دونك فوالي البنات هذا بازيك غادي يجيني مع اي حاجه، مع جين مع اي حاجه، ولا لاحظتوا حتى البيض كيجي معايا زوين. شكر راسو داز من هنا. هاد الكسيوه هادي اللي كتجي سامبل في الموف، بالنسبه لهادو راكم عارفين ملي كتكونوا في شي مدينه فيها البحر كتكوني اختي غادا هابطات عوميه غادا لابيسين اولا غادا للبحر، كونيش باغي تلبسي بزاف لي تروك باش انك تكوني حاسه براسك ثقيله. عارفين الفلوكات ديال لي فاكونس اولا ملي كتكوني غادا لابيسين كتبغي شي حاجه اللي تجيك خفيفه، غادي تحتاجها بزاف في الصيف مبرده ولا كولور ديالها زوين. هي كتكمش بزاف دونك ضروري خصني نحددها باش عاد يلاه نلبسها. شوفوا البنات التوب ديالها راه زوين بزاف، راه غير كتبان هكا مكمشه وصافي. انا كنصح بزاف البنات لحقاش كنشوفهم كيديروها وتا انا ملي كنكون مزروبه كنديرها، هي كنخرجوا بحوايجنا مكمشين، هذا اكبر غلط كنديروه. شحال ما اختي البياسه كانت ما مكمشاش ونقيه وكتبان مصلوحه شحال ما كيبان اللوك ديالك 10 على 10، بياسه وحده تقدر تخسر لك اللوك ديالك. مره كنكون هكا مزروبه وكنلبس شي سروال جين كيبان لي مكمش، والله البنات كنحيدو كنحطو ما كنبغيش كاع نلبسه. البنات الحاجه شحال ما كانت مكمشه ما كتجيش زوينه كاع لا في الشوفه لا في اللبسه. وما والله ما كنرتاح ما كنرتاحش كاع كنحيدها صراحه. عندنا واحد الحداده كتعجزني باش انني اصلا نحدد، عندنا واحد الحداده خصك تبرونشيها في الحيط خصك تعمريها بالماء وعاد باش تحددي. البنات عارفين شي بلاصه فين كيتباعوا هكا الحدادات اللي كيكونوا كيسرحوا الحوايج وهما واقفين بحال دابا كانوا كيجيبوهم في ديمو في مرجان؟ لا كنتو عارفين شي بلاصه بدي بخي زوينه قولوها لي في لي كومونتير باش ناخذها ونيت هكا نستافدوا حنا كاملين، حتى البنات اللي باغيينها يقراوها في لي كومونتير. الطوب هذا شوفوا كيفاش داير، البنات جاي بحال هكايا كيجي بهادو تحزمو بحال هكا اللي كيجي بحال هكا في اللبسه. قلت لكم الصراحه لا كاليتي ديالو زوينه والكوير اللي فيه حمقني. هذا غادي يجيني مع شي كارغو بانت باراشوت ومع هذا الكوير هذا اللي فيه كيعطي واحد لوك سيكسي زعما. صراحه ما عندي ما نقول، جايب هادو حتى هما اون كوير واخا هو ماشي ديال ديما مثلا ديال لا سواري اولا خارجه مع صحاباتك اولا خارجين شي مره تعشى ولا شي حاجه ولا شي بيرثدي هكا بيناتكم غير البنات كيجيو زويوين بحال هكا في البيصه. وفريمون انا عارفه لا لقيت لو لوك ديالو غادي يبان 10 على 10. سيوا هادي اللي من اللوينات ديالها علاش كتدل كتدل على الصيف على الفرفشه على البحر على البرونزاج كتعطيك داك الفايب ديال السامر. علاش لحقاش جايه طويله ما قصيراش بزاف، انا اكثر هي عندي الكساوي قصار باش انا مع قصيره شحال ما لبست واحد الحاجه اللي طويله كتبينني قصيره. ناخذ كسيوات حد هنايا باش كيجيوني زوينين وما عنديش بحال هاد الكسوه هادي كاع. واللي عجبني فيها هي انها مازال جديده، شوفوا البنات مازال بالتيكيه ديالها تخيلوا معايا مازال بالتيكيه جديده جديده ونقيه، يعني غنكون انا اول وحده لابساها. What's
الشورت هذا اللي حمقني اللون ديالو، غير هو تكمش لي شوفوا زوين زوين بزاف، انا حمقني بعدا ولا كاليتي ديالو واعره بزاف شوفوا. واللون ما عنديش كاع هذا اللون هذا في الشورطات ديال الصيف، واكثريه ما بقيتش كلب الشورطات بحال هكا قصارين حتى لهاد الدرجه، من غير لك هكا مسافره وفي الوقيته ديال لي فاكونس وهذا عاد باش كنبروفيتي باش نلبس بحال هكا بحكم المدينه وبحكم حتى بنادم كيبدا يكبر شويه كيدير عقلو. هاد لو توب هذا اللي كله نوار شوفوا شوفوا لا كاليتي ديالو شحال زوينه، هذا انا مجدال اللبسه ديالو، كنتسنى غير شويه يزيد يسخن الحال باش انني نلبسو. ولا مارك بوهو، بوهو راكم عارفينها بزاف، انا كنتفرج ديما في البنات كيديروا اول ديال بوهو، عجبني اصلا نتفرج في لي فيديو ديال المشتريات ديال البنات باش كنستافد منهم، شفت الناس كيفاش كيعرفوا انهم ينسقوا الحوايج وينوعوا ومن تما كناخذوا عاوتاني لانسبيراسيون. ولا كاليتي ديالو ما عندي ما نقول، خصوصا بحال هادو اللي كيكونوا هكا دي بوفون كيعطوكم واحد لوك زوين وينيك، كيف شوفه كيبانوا نقيين صراحه. كنصحكم باش انكم تنوعوا، خليو عندكم حوايج كلاس، يكون عندكم حوايج سبور، كل مناسبه حاولوا انكم تبدلوا لو ستيل ديالكم، مثلا مره تكوني فاشن، مره تكوني كلاس، مره تكوني سبور، يكون عندك من كل فن طرب. شحال ما نوعتي في لي ستيل شحال ما تما كتعرفي راسك شنو هما الحوايج اللي كترتاحي فيهم، ما تبقيش لاصقه غير في ستيل واحد اللي ديما كتلبسيه كتلبسيه كتلبسيه. البنات هاد السروال هذا لي كلاس كيجي بحال هكا، صراحه لو ستيل ديالو زوين، هو جاي من هنايا واسع ومن التحت جاي وغادي وكيتجمع، يعني ماشي من دوك النوع اللي هابط واسع كامل، تلقاش تقريبا عندي دوك لي ستيل، ودوك لي ستيل البنات كيكونوا في الجوطيه بزاف. السراول تسعد المجرد، هادوك السراول ما تبقاوش تاخذوهم جداد، راه كيكونوا في الجوطيه، تمشي تشري سروال جديد، هادو راه كتلقاهم في الجوطيه بزاف اختي، هادو كيكونوا درجال دابا ولاو كيلبسوهم يونيسكس بنات ودراري. بصراحه هادشي راه كان شحال هادي ماشي حتى لدابا، يعني هاد لي ستيل دابا اللي كيعاودوا يرجعوا راه كانوا شحال هادي قدام، ودابا كيعاودوا انهم يحيوا ديك الموضه بهادشي هذا القديم. لحقاش لا تلاحظوا راه هاديك الشيء لي فينتاج هو اللي ولا موضه. التوب ديالو خطير شوفوا، فريمون سروال واعر 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 بزاف. حتى هو غادي نشوف شي لوك مع من نلبسو وغادي نحط لكم ديك الساعه لي بوست اولا لي ريلز انستغرام وتيك توك. الشيء اللي ما كيعجبنيش في حوايج الصيف هو انهم كيتكمشوا. هادو البنات شوميز غوب طويله كتجي فن في اللبسه، ما تحكموش عليها وهي هكا، نتوما غتشوفوني لابساها وغتبان لكم مزيان. اللي عجبني فيها هو اللون والثوب بارد فوالا، ديال شي ان عاد شفتها صراحه لا كاليتي ديالها زوينه ومبرده صراحه كتجي زوينه. هذه مثلا لا هكا مشيت سافرت لمراكش، سافرت لدوك المود اللي كيكون فيهم داك الشيء نيود وهذا غادي تجيني معاهم زوينه. هادي اللوك ديالها غادي يكون تم نيود، حتى مع اختي تاهي نستعنوا بها باش هي تقول لي مع من غنلبسها، اختي كتعاونني بزاف كتصحح لي كتقول لي لا هادي غاتجيك زوينه بعادي وهادي غاتجيك زوينه بعادي. او جيرلز كان هذا هو الفيديو ديالنا، نتمنى انكم تكونوا دوزتوا معايا وقيت زوينه، نو عجبوكم الحويجات اللي شريت هاد المره، كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. تهلاو في راسكم وابوني وديروا لايك وقولوا لي شنو تبغيو في الفيديو الجاي.